وتفضلوا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. وطبق اليوم أنا شخصيا بحبه، وأتوقع إنكم بتحبوا هذا النوع من الأكلات. حنعمل نودلز بنسميه رامن، هو عبارة عن خلطة من الخضروات مع النودلز. بنحط معاه إذا حبينا الروبيان، إذا حبينا الدجاج، أو إذا حبينا نخلط الاثنين مع بعض، وكمان ممكن نعمله بالسمك. وأفكار الخضروات اللي بتنضاف له متعددة، طريقة تقديمه كتير 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 متعددة، يعني آلاف من أشكال الرامن بيتقدم فيها. وكمان النودلز نفسه اللي بينعمل فيه الرامن أنواع وأنواع وأنواع عديدة جدا جدا جدا. أنا اخترت لكم هذا النوع، بس ممكن إذا حبيتوا النودلز اللي على بيض، على طحين، هلأ بس تروحوا على السوق حتلاقوا كتير أنواع لتنفع لهذا الطبق. الرامن هو شوي بيبقى معاه، مش النودلز اللي بتبقى ناشفة، الرامن بيبقى شوي في معاه زي شوربة بسيطة هيك خفيفة. في ناس بياخدوا الشوربة الأول بعدين بيبتدوا يأكلوا بقية هالمكونات. ونبتدي وصفتنا الأولى، كلها 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 هتتركب على البوتاجاز. هبتدي أعزائي أسخن الوك اللي هو المقلاي، طبعا هي بدأت تسخن شوي، المقلاي الخاصة بالأكل الآسيوي. هذه القلاية كتير عزيزة علي، أهدوني إياها هاجر ومحمد ابني، هاجر زوجة ابني محمد، كانت بمناسبة عيد الأم، فكانت هيك إشي كتير مميز إنها هي عارفة إيش أنا بحب، فجبت لي إياها. الكواليتي تاعتها طبعا هي تقيلة كتير، بس يعني الحلو فيها التقل هذا مهم جدا عشان بسرعة يستوي الأكل، وبنفس الوقت هيك بقدر أنا أشوح كل الخضروات على الجوانب. هي هذه حلاوة هذا النوع من الطبخ. حكينا كتير، نبتدي أول خطوة، بضيف زيت. هلأ بالنسبة للزيت ممكن أستعمل زيت السمسم، زيت الذرة، أي نوع أنتوا بتحبوه. لاحظوا كيف بنحط الزيت وبخليه جنبي، إذا احتاجت أضيف أكتر على طول بضلني أزود حسب الحاجة. هضيف البصل، فلفل أسود، والكزبرة. فقط أنا هون مستعملة الكزبرة، ولكن فيكم تحطوا اللي انتوا بتحبوه من البهارات. تشويحة بسيطة، مجرد ما تشموا ريحة البصل وتطلع هالنكهة بس البسيطة على طول لاحظوا. حضيف الروبيان وتشويح مع البصل. ما تخلوا الأكل كله يتكون في القاع، يعني ما أخليه كليته يتجمع هيك، لا، بحاول أستفيد من الحرارة اللي موجودة على جوانب القلاي بهذه الطريقة. هذا التقليب السريع هو السر بالحصول على النكهة الطيبة. الروبيان يعني يعتبر 3/4 سوا، ما بياخد عنا أبدا وقت. لاحظوا كيف تغير اللون. حبتدي أضيف بقية المكونات اللي عندي. حضيف الفلفل الأحمر وتشويحة بسيطة. الريحة بدت الروائح الرائعة. حضيف الجزر. إذا لاحظتوا الزيت قل شوي عندكم، فيكم تزودوا شوية زيت. حضيف المشروم، وطبعا المشروم أنواع عديدة، فيكم تختاروا أي نوع أنتوا بتحبوه. إذا استعملتوا المشروم المجفف حاولوا تنقعوه شوي بالمي قبل ما تضيفوه. الزنجبيل كتير مهم وبيعطيني طعم رائع جدا. الشطة المجروشة، البيبي كورن، وحبتدي أقلب تقليب فقط لغاية ما الذرة تأخذ هيك نكهة بسيطة من ريحة الخضروات. حبتدي أعزائي هلأ أضيف المرق. يا سلام. وحضيف الصويا صوص. وإحنا حندوق أكيد، بس مش هحط الملح كله مرة واحدة، هحط شوي ونستطعم، لأنه طبعا الصويا صوص بتبقى تحتوي على ملح. حستنى لغاية ما هالخليط هذا يغلي. المرق ابتدى يغلي، هلأ حبتدي أضيف النودلز على المرق. حبيتوا تخلوه بطوله، حبيتوا تكسروه، على حسب رغبتكم، بس أنا هحطه هلأ بهالطريقة. من فضلكم اقرأوا التعليمات على عبوة أو باكيت النودلز كيف طريقة الطبخ، لأنه أنواعه عديدة.
هلا بستنى ثواني بسيطة لغاية ما يتشرب. حضيف له شوية البصل الأخضر وحضيف شوي من البقدونس وحخلي للآخر كمان بقدونس. يا سلام يا سلام. هلا نسبة السوائل اللي موجودة عندي هون كتير بيرفكت، هيك جاهز للتقديم. بس ياخذ الغلوة هيك القوية. النودلز جاهز. هلا الإضافات البسيطة، المزيد من البصل الأخضر وشوي من البقدونس، وحنحط البيض المسلوق. هلا رشة بسيطة من السمسم والموضوع جاهز للتذوق. أعزائي التذوق محتاج دلع. أوكي. عايزة أقولكم إنه بعرفش اليوم كله هدايا الحلقة. الشوبستيكس هدول هدية من صديقتي اسمها عائشة من الكويت. تحية لحبيبتي وصديقتي عائشة، أكيد في وقت ما في يوم ما حتشوف هالفيديو وتشوف كيف أنا استعملت هذه الهدية الظريفة اللي قدمتي لي إياها. حاخد قطعة بسيطة. طعم كتير رائع أحبائي، وصفة كتير كتير مميزة، وتفضلوا.